فيش اي ده محترم نار الشمس التنفس الشريف اللي موجود اشراف قضائي كامل على العمليه البشريه بشكل انتظام. احنا بنتعامل مع رجاء اسلم عليك وامشي مصر طبعا كل واحد اللي هو شايف ويمثله صح وانه يكون يعبر عن هو مكتوب في المرحله. فانا سعيد ان الدنيا كده ربنا يسهل بس انا اقبال يزيد ده النهارده اقبال جدا لا النهارده اقبال ما حصلش في 18 في مهندسين انا شايف من المتوسط هنا بس ما احنا بنقول انا جالي تقرير من كل المحافظات يعني برضه هو برضه بس عشان بعد الصلاه بيزيد وبعد كده هنا النهارده عشان جاب لنا ماتش الزمالك هتلاقي ناس كتير تقرب وتطلع بعد كده على الاستاديو تجديد الناس في المباراه يعني الفتره الصباحيه دي ما حصلتش في 18 يعني عدد كبير النهارده في ماتش الزمالك في حد ازيد ممكن يعني النهارده في العزاء بتاع